يلا فوق بتهيلانا والله العظيم وحياه الرمبوبه انصلى يجيلي ويخد عليا ده الماما بتاع القد. يا سلام بقى كده الا قول لي يا خواجه فوكس. فوكس عليك وعلى اللي عاوز يعرفك. فيشو يا اخي فيشو فيشو مسخريتو كاتوليانو مستانو عريسيان دولدادو مكركان باولو فستاولو بولو فينو فيشو. قول لي ده اسمك وشايله لوحدك يا ضنايا. ايه اسم اسم وحياه سيدي تستوسي فتحاله. يا حلاوه الا قول لي يا خواجه تعرف تركب البسكليته دي؟ ايه ده ونركب حسام خشب كمان. ايه وننسى الخب الخب اوريلك. توريلي وانا عملت لك حاجه؟ ادي وريني ده الناس لبعضها يا اخويا. زب ادي الخب. يا سلام هتغلوا الحب ومشيت عليه يا خواجه ولا لسه؟ لسه لسه لسه. طب ما بلاش بلاش يا اخويا ايه المخاطره دي؟ مش يتكلم احسن بعد النقع. بس يا اخويا لازم تقع دي بالعقل حتى. هو يقع الشاطر. بس بقى تعفلتلي. يعني يبقى كويس لما نوع دلوقتي تتقدم رعبتي يا رب. اخي الحمد لله دي حاجة عاوزة اعصاب. اعصاب ايه يا اخويا؟ الله يكرم اعصابك. طب ده انا مشيلك على الحفل ده بالبسكليتة دي. بالبسكليتة ام ثلاث عجلات؟ راح تحط التلات عجلات على الحفل ازاي؟ اقول لك احط عجلة ونص ورا وعجلة ونص قدام واخدهم على سيرك. اتأخرت كده ليه؟ أهلا 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 أهلا. هو صاحبك اللي هيدفع الفلوس جه ولا لسه؟ من بدري وقاعد جوه مستنيك. تعالى أول ما تخش جوه تروح مطلع المسلسل بتاعتك. يروح هو مديني ال 500 جنيه على طول. على طول بس اوعى زحزحك كده ولا كده. أقل من 500 جنيه ما تقبلش. يا أخي النهر هما 500 جنيه كتير على مشروع كبير خطير. يلا بقى يا حسونه استريح هنا قبل ما اخش اديله الخبر. وايه دول بتوع مشاريع اخرين؟ امال بتوع ايه؟ اصل الراجل ده يحب يساعد كل الناس. ربنا يزيده من نعيم الله. طب بس ما تتاخرش عليا. هوا اقعد يا حسونه. انا مخرج فطير. ما تنكرش انا عارفاك كويس. انت اورسون ويلز. اورسون ويلز؟ اورسون ويلز. مال ويلز ده؟ انا حسون حسونه الفطاطري. اجيب لك فطيره؟ لا انا عايزه نعمل زي العشاق الليل ونروح وكل الملذات. يو وننام على استاد الخليه عشان نوصل للمجد. لا بالطريقه دي نبقى مش هنوصل للمجد، نبقى هنوصل لسجن ابو زعبة. عليه الله يخرب بيتك يا عليكو. انت ما تعرفش انا مين؟ ازاي يا وليه انا ما اعرفش انت مين؟ هو مش حضرتك برضو الست مليم مرق؟ انت بتحزاني. طيب انا هوريلك. وريني؟ وريني ايه يا ست؟ يا نهار اسود انت بتقلعي البلوزه بتهوشيني؟ وانا يهمني اهو. ايه؟ افندم اتفضلي. ايه ده؟ بتقلعي الجنينه؟ طب خد اتفضلي وادي البنطلون كمان. ايه؟ اتفضل الليل ايه الكتلة. لا اسمع يا مدموزيل انا اتخانقت كتير انما ما قلعتش اكتر من كده. يا بوليس الاداء انا هفرجك رأسه
هيفوت روك اند رول. والله يبقى عندك على كده مشروع فيل. لله يا اخي اللي جيت خلصتني من ايدين بتوع المشاريع دول. انت لسه شفت حاجه يا حسوله؟ لا حريص وانا لسه هشوف. يا عيني دايما في الدنيا مشاريع. هتعمل ايه؟ قلب السيدي ابدا هو ما يهموش شكلك، هو عاوز يشوف شطارتك وبس. صحيح. تعال 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 خش خش. حسوله اللي كلمت حضرتك عنه يا فندم. اهلا وسهلا. قوي الجنان. لا انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتنبسط قوي، بس مش اقل من 500 جنيه. ده شويه عليك، خدوا يعني والاداره يكتبوا له شيء. حاضر يا فندم. يلا يا عم مبروك يا حسوني. الله يبارك فيك، بس خد بالك لو الفطير يتحرق الفلوس هتجري ورايا يا رجاله. مش قايل لك انا هتجري انا خد. يا حرام يا حرام يا راجل انت بتبطل فطير. اي احنا ما اتفقناش على كده. كل ده علشان الشيك اللي حيدهوني. هما ليه عشان تاخد الشيك على نظافه وصاحب المال يضمن فلوسه؟ لا، من جهه يضمن فلوسه فده خد ضمانات كافيه قوي. على خير على خير. شد حيلك. الو. ايوه يا فندم، هنا مستشفى الامراض العقليه. ايه؟ حاضر حالا يا فندم، خليك معايا من فضلك. احنا هنا في مستشفى الامراض العقليه. ايوه، امال فاكر نفسك فين؟ في الاوبرج يعني. ماشي سيبك منها، تعالى مالك. ابن مين يا راجل يا ضلال؟ الله يخرب بيتك، مدخلني مستشفى المجاتيم على رجليا. يا جدع ما تبصش. اوعى بره، ما تروح بره. يا زكي الحقوني. يا سيد مش قبل ايه؟ الحقوني والنبي ارموا عملي مجنون. روح ارموا عملي. يلا عمر جميل وعمر جميل. الله يخرب بيتك، اوعى تكون انا مش مجنون. واسيه ولك هو اخد بيته العونه. يا نهار اسود، وجايبني فين؟ عدي الامن ابن ابن اوعى يا ابني. الله العونه، سيبوني طلعوني طلعوني.
لطفي 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 ازيك يا سي لطفي؟ انا مانيش لطفي يا لطفي. منين انت مش عارفني؟ لا والله ما حصل لي. انا عمك شفيقه. شفيقه؟ ازيك يا وليه؟ سلامات يا لطفي. لطفي مين؟ انا حسونه يا راجل. انت ما تزعلش يا اخويا. اصلا انا عندي ساعه ساعه تروح وساعه تيجي. ده انا من السامع هذا. وهو ده اللي مجنني، ده اللي فارسني بقالي 16 على العالمين وبرضه مش سامع حاجه. لا يا سيد معلش، انت تحط حتتين قط وبلغه وشويه خل وانت تخف. ايه ده؟ لطفي تاني يا راجل. ازيك يا سي لطفي؟ لطفي مين يا بني ادم؟ انا اسمي حسونه، حسونه الفطاطري. لا مؤاخذه يا والدي. والدك؟ الله يلعن ابويا يا اخي. لا انا عندي ساعه. ساعه؟ ساعه تروح وساعه تيجي. ساعه تروح. ساعه تروح وساعه تيجي. ساعه تروح. ساعه تروح وساعه تيجي. ساعه تروح. ساعه تروح وساعه تيجي. ساعه تروح وساعه تيجي. راحي. انت خلاص فتحت الكلب بتاعك يا خواجه؟ كلب؟ فين الكلب دي يا ابو عقل الدكيه؟ امال ده يبقى ايه يا ابو عقل كبير؟ دي فرشه، فرشه بلاط. وفهمتها كده لوحدك من غير ما حد يقول لك؟ يا حلاوتك، اهو انت بقى يا ابني اعقل واحد في العنبر ده. ياس. شفت ازاي يا ابو بتخجل عليك؟ لطفي تاني كده خاين. اتناشر سنة ما شوفكش. اتناشر سنة ترميني هنا يا راجل.